مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من هذا الشارع اللي كيتسمى طريق سيدي عبد الرحمن. حنا اليوم غنتكلموا على هذه الحفره اللي هي شاده العرض ديال الشارع. هذه باينه من مخلفات الاشغال، يعني جاوا خدموا ركبوا كابليات الله اعلم شنو دار العمل هنايا، ولكن غادروا وخلاو هذا الشيء ما زفتوه ما حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا على طول الشارع، على طول الشارع كاينه هذه الحفره اللي كتسبب حوادث السير. انا شخصيا هذه واحد 3 ايام طاكسي حبس على هذه الحفره كبيره، ملي حبس خرجت فيه الطوموبيل اللي من ورا وخرجت فيه الطوموبيل كذلك، يعني ثلاثه السيارات تصاطحوا مع بعضياتهم لان الطاكسي حبس على هذه الحفره. ها انتم غتسمعوا الصوت، ها هو هذا السيد شويه غتشوفوا الصوت اللي كيدوز بالجهد كيفاش كيكون مجهد. إذا من يتحمل المسؤولية؟ فين هما هاد المسؤولين؟ الله أعلم. اللي كيشوفوا هاد الحفرة واللي كتسبب حوادث سير وخطيرة، ويقدر الله يحفظ تتأدي تبروح شي واحد شي مول الموتور بالليل يدوز على شوف الصعوبة اللي كيلقاو السيارات. اللي شافها راه كيحبس واللي ما شافهاش راه كيسمع الضغط. إذا كنتمناو دائما هذا نداء المسؤولي الدار البيضاء، راه الدار البيضاء غارقة، راه الدار البيضاء تخطم، راه الدار البيضاء راه الله يحفظ العوان والأزبال والحفر، هكا تات البنية التحتية، وحتى اللي يجيو يديروا الأشغال ما يرمموش الشارع، ما يديروش الزفت، يخليو الشارع بحال هكا، يخليو الناس مكرفسين، لا حول ولا قوة إلا بالله. زعما الله أش نقولوا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دائما كنقول اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. نتمنوا يا ربي نتمنوا. راحنا في الشارع طريق سيدي عبد الرحمن، ها هو طريق سيدي عبد الرحمن شارع رئيسي. هيا كاينه واحد الحفره مخلفات الاشغال، هاي بعرض الشارع، بعرض الشارع. بالله عليكم واش هذا الشيء منطقي؟ عام المطر كيحاولوا يدوزوا من اتجاه لاخر باش يتفاداو الحر. هاي الطوموبيل ما شافتش، سمعتوا؟ يعني الرضخه، يعني الكنوات ديال هاد الطوموبيل مشاو، لان الطوموبيل بعد مرات ما كتبانش هاد الحفره، يعني مو السياره جايه شويه بالسرعه ما شافش الحفره لان راه غارقه. انا غنحاول ما حد ما جايه حتى شي طوموبيل، راه غارقه، راه غارقه هاد الحفره، يعني ما انتبهش ليها راه سمعتو الرضخه. فلا قدر الله كون كان شي واحد مول دراجه ناريه، يعني شنو غيوقع له؟ غيطيح صافي، الدم والامانه امانته. حنا ما بغيناش هذا الشيء يوقع. راه قلت لكم هي دابا 3 ايام راه طاكسي الطوموبيل خرجت في طاكسي، والطوموبيل الثالثه خرجت في الطوموبيل الوطني، يعني ثلاثه الطوموبيلات تصاطحوا مع بعضياتهم بسبب هذه الحفره، لان الطاكسي في اخر لحظه حبس عليها. حنا هي الطوموبيل وحده فرجيه. اللي ما شافش الحفره راه كتسمع الرضخه، وماشي عيب وماشي حرام وماشي حشومه. ها سمعوا، ها زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنتمناو كنتمناو المسؤولين كنتمناو، ها حشومه 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 حشومه، ان الحاله الميكانيكيه ديال السياره اللي كيضربها الطريق ربعات المرات في النهار صافي الطوق كل شويه خصو يقدر بيض. عاد في الصباح، في الصباح راه كيوقعوا بزاف ديال الطوموبيل، كتخرج في طوموبيل حشومه بزاف. والحمد لله الحمد لله دابا راه الوقت تبدلات، وكنقولوا ان شاء الله مغرب الحداثه، وكاينه اوراش جاري العمل بها ان شاء الله، اللي كنتمنوا ان شاء الله في المستقبل انها يتم التحقيق ديال المهم الخدمه كاينه. ايوا حتى هذا الشيء راه ما خصوش يكون، هذه الهشاشه الهشاشه البنيه التحتيه وهذا الشوهه اللي كنشوفوا، راه شوهه، هذه راه مهزله، راه مهزله باش تجي، مازال باش تجي يديروا الاشغال ويدوزوا ما نعرف شنو دوزوا هنايا، ويخليو المسائل بحال هكا. رمم من الشارع وخلي قاد الامور وخلي السيارات منين يدوزوا وخلي تر منظر مزيان. المهم حنا الصوره وصلناها، ها هو الشارع. الرساله وصلناها، ها هو الشارع من الاتجاه الاخر. وكنعرفوا ان الشارع يعني غالبا راه كيدوز بالسرعه، الناس كيدوزوا في الغالب بالسرعه.
هالخلل فين كاين. فكنتمناو يا ربي ان المسؤولين يتحركوا ويجيو ويغطيو هاد الحفره، يرمموا هاد الشارع باش مستعملي هاد الشارع مساكن يسوقوا على راحتهم. راه اللي تما راه غرقه بزاف، راه اللي ما شافهاش راه عيب والله الا عيب وحشومه وعار. فدائما كنقولوا حنا بغينا اللي يخدم المدينه ديالنا يخدمها بضمير، حنا ما كنقلبوش اللي باغي الكرسي ويجلس على الكرسي ويتباهى صافي انا وصلت لهذا المنصب راه بخير. حنا بغينا اللي يخدم بضمير ديالو. اسيدي فاش كتعطاك واحد المسؤوليه راه ماشي باش تبقى في الكرسي والكرسي فيه العجلات والضل، لا راه خرج للتيغان، راه دور، راه دير جوله، راه شوف وشوف الخلل فين كاين. راه اي مسؤول راه يركب في طوموبيلتو ويدور ويشوف اش كاين وسجل وربط المسؤوليه بالمحاسبه. هادشي اللي كنقلبوا عليه لان باش باش نخدموا هاد البلاد ربط المسؤوليه بالمحاسبه. من ديك من البداية نبداو حنا نتحاسبوا، علاش نتناو الدور ما عادش شحال شحال راه باين، وراه حنا عاد كندوزو، حنا مالنا حنا كنحلموا بهذا الشيء، راه كدوز كيبان لك خلل كتوقف كدير مباشر. حتى حنا مواطنين عاديين دايزين راه كيبان لك المشكل، كما اي مسؤول غيدوز غيبان ليه هذا المشكل، اذا ريكلامي ويصيفط الناس اللي يخدموا. نتمنى يا ربي النداء يكون يوصل، ما بقى لي الا ندعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء.